تنتأسفوا على هذه النتيجه. مقابله اليوم ربما ما دخلوش اللاعبات في المقابله جيده، ربما العياء. شفنا يعني واحد السيطره يعني تامه ديال المنتخب الفرنسي، بان هذاك الشيء من الدقائق الاولى. شفنا المنتخب الفرنسي هو اللي تيبحث على انه يسجل، حنا كنا غير تندافعوا. ولكن على العموم، على العموم مشاركه جيده، مشاركه تتشرف الكره المغربيه وتتشرف المغرب. هذه غير بدايه، وان شاء الله القادم افضل. ما نقولش اخطاء تكتيك، حيت ربما تعودنا على هذا السيستم اللي تيلعب به بيدرو. يعني كاع جميع المقابلات من غير هذا التدهور ديال كاس العالم تيلعب ديك 4 4 2 ولا 4 4 1 1 اللي تنشوف انا بالنسبه للاعيبه تيتعبوا تيبقاو يركضوا وراء الكره بزاف، ولا سيما لقاو واحد المنتخب اللي تيعرف كيف يمرر الكرات، بعضياتهم لاعيبات اللي جيدات كالفريق الفرنسي ولا الالماني. تنشوفوا اللاعيبه تيسوفروا تيلعبوا، هذاك هو اللي تنكونوا هذاك التحول اللي تيكون مع هذاك تنكون حنا الديفونس، نتحولوا باش نوليو في لاطاك. ما تتبقاش عندنا ديك الجهد ولا ديك القوه باش نوصل للمقابله. الا شتي المقابله ديال اليوم راه الشوط الاول ما وصلناش يعني للمربى ديال الشباك ديال الخصم ديال المنتخب الفرنسي، وهذا خصي يتعود فيه النظر. انا بالنسبه لي يشوف لعيبه يعني انك منهزم في مقابله، لازم السيستم ديال لوجوتي تبدل 4 3 3. نقدروا كنا حنا نطلعوا عندهم نديروا واحد الضغط العالي اللي نقدروا يرتكبوا فيه اللعيبه الفرنسيات، حيت شفناهم تنخليهم نص الميدان اللي هما تيجيدوا الكره، يعني تلعبوا التمرينات بيناتهم تيقصيو تيعطوا ربما التمرين وراء الظهر ديال الاربعه اللي تيكونوا وسط الميدان. تنوليو يعني هذوك اربعه ولا خمسه القدام كيف تنقولوا تيتمحوا بكره الكره ما تيادا. خصنا نعاودوا النظر غير في التكتيك، ولكن على العموم كي احنا ما كناش تنتظروا هاد النتائج يعني باش تلعب مع فريق يعني تحت الرتبه الخامسه، فريق تحت الرتبه 17 والفريق تحت الرتبه الثانيه، يعني وتتاهل لهذا الدور، يعني هذا راه انجاز كبير. لا هذا هو السؤال مزيان، تقوية البطولة هذا. أما بالنسبة للمنتخب ما نخافوش عليه، راه كاين واحد النهج واحد الخطة اللي ربما الرئيس السيد القجع يعني يراهن على أن تكون التي كل المنتخبات لا من إيد كانز إيديسات إيفا حتى المنتخب الكبرى يكونوا في واحد المستوى كبير اللي تنشوفوا تيكونوا التربصات على طيل العام اللي ما كناش تنشوفوه. حنا اللي خصنا نصلحوا كي قلتي هو البطولة الوطنية، هذا هو اللي فيه عندنا مشكل، باش ملي تنشوفوا واحد النيفو عالي ولا ديال اللاعبات ولا حتى حنا من ناحيه الجمهور. حنا في البطوله يعني تيكون 100 200 ديال ربما الجمهور اللي ما ملي تنمشيو لكاس العالم بحال التظاهره تلقاو 13000 ولا 20000، راه تا هو تيلعب واحد الدور كبير وكبير جدا. تمشي في هذا المسار، وخص اللعيبات. انا نهضروا بصراحه، خص اللعيبات، خص اللعيبات، خص التكوين، ونصبروا الا بغينا الفروق يكونوا حتى هما في واحد المستوى، يعطونا لعيبات يعني في المستوى. خص الصبر وخص الاشتغال. نعم، هذه حافز شفناها من كاس افريقيا للامم، شفنا التحمس بعد ما كنا تنشوفوا العكس. كانوا الاباء ما تيخليوش يعني البنت ديالهم انها تمشي تلعب كره القدم، يقول لك لعبات ديال الرجال. اليوم شفنا الاب هو اللي تيبحث على فريق او جمعيه اللي يعني يدير فيها البنت ديالو تشارك عندها تلعب كره القدم. شفنا ذاك الحب، وربما تنشوفوا حتى البنات 8 10 هي تتفرض على الاب ديالها او الوالدين ديالها
انها باش يمشي يسجلها في شي اي نادي ولا اي جمعيه، وهذه بادره جيده وحنا تنتمناو كما قلت حنا يبقى هذه الاستمراريه والصبر ان شاء الله نكونوا مزيان، عندنا لاعبات في المستوى، تكون عندنا حنا داك لا تكنيك اللي معروفين به، حنا تيبقى لنا غير داك نخدموا على الجانب البدني والعقليه ديال تغير شويه ديال اللاعبات او ديال المسيرين باش نبقاو غادي ان شاء الله في هذه الاستمراريه. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.